السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. مقابلة المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب الزيمبابوي رسميا تم تأجيلها بطلب من الكاف، وتم تأجيل كل المنافسات الإفريقية للجولة الثالثة والرابعة لتصفيات كأس إفريقيا 2021، أيضا تأجيل كل المنافسات الإفريقية للسيدات والتصفيات كأس العالم، وكل المنافسات الإفريقية للمنتخبات الوطنية للسيدات لأقل من 20 سنة وغيرها من المنافسات الإفريقية. أيضا متعة كرة القدم الأوروبية نفس الشيء، تأجيل كل الدوريات الإسبانية الإيطالية الدوري كل الدوريات، والأكثر من هذا تأجيل الدوري الإنجليزي لفترة غير معلومة، والأكثر 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 من هذا أنه تخوف كبير من مقاطعة شاملة لمختلف النوادي الإنجليزية ومطالبتها بإلغاء الدوري الإنجليزي. نعم، إلغاء هذا الدوري الإنجليزي الموسم هذا نظرا لعديد من المعطيات، من المعطيات التي بررتها هذه الأندية أن اللاعبين سوف يكونون في لياقة بدنية سيئة، يعني ما يكونوش باللياقة بدنية جاهزة نظرا للتوقف الطويل. هذا كله بسبب مرض كورونا، بالداء كورونا، هذا الداء كورونا اللي راح يحرمنا من متعة كرة القدم. للأسف المنتخب الوطني ما كانش مقابلات المنتخب الوطني، دوريات الأوروبية نفس الشيء، دوري الإنجليزي، دوري المتعة، البريمير ليج، الصفحة الرسمية للبريمير ليج تؤكد أن كل المقابلات سواء الدوري الإنجليزي بريمير ليج الشامبيونشيب دوري الدرجة الرابطة الإنجليزية، كل المقابلات في إنجلترا بطلب من الحكومة البريطانية تأجيل كل المقابلات. أيضا تحدثت ديلي ميل أنه تخوف كبير من قبل الأندية الإنجليزية ممكن أنهم يقاطعوا الدوري الإنجليزي بسبب ماذا؟ بسبب التوقف الطويل ودخول اللاعبين في راحة، الراحة هذه راح تكون راحة سلبية على اللاعبين ويكونوش جاهزين بدنيا 100%. لو سؤال محوري أيضا، لو يتم إلغاء الدوري الإنجليزي سوف يكون البطل، لا يوجد بطل للدوري الإنجليزي، يعني ليفربول ليس هو البطل الدوري الإنجليزي. إذن مرض كورونا كسرنا متعة كرة القدم. مرض هذا كورونا ولداء كورونا وباء كورونا كسر كل المقابلات بسبب، خاصة نحكي على الدوري الإنجليزي، بسبب ماذا؟ بسبب تفشي وباء كورونا، خاصة مايكل أرتيتا اللي دعاوى الجزائريين خرجت فيه الحمد لله، يعني دعاوى الجزائريين. للأسف مايكل أرتيتا حقرت ولدنا وابن الجزائر رياض محرز. إذا أشرب من العين، الله يسهل عليك، أشرب من العين، تحوس تحقر ولد بلادنا. دعاوى الجزائريين راهي نافذة، قلتها ونعودها، والجزائريين مش عيسكتوا على ولد بلادهم. إذا مايكل أرتيتا اللي أصيب بوباء هذا كورونا، أيضا لاعب آخر يلعب في نادي تشيلسي كالوم اسمه، الله أعلم اسمه كالوم، أيضا نفس الشيء وباء كورونا. وكان حالات أخرى من بعض اللاعبين، سمعنا آخر حالة لاعب ماندي قريب، لاعب قريب من يعني من عائلة ماندي أصيب أيضا بوباء كورونا، شاكين تكون نقلت العدوى الى اللاعب نفسه. حنا نعرفوا ماندي انه صديق رياض محرز ورفيقه، دائما معاه، لعب معاه في نادي واحد في نادي لوهافر، يعني عنده علاقه طيبه مع رياض محرز. ان شاء الله تكون مجرد شكوك فقط، ان شاء الله ما يكون ولا شيء، لا سواء ماندي سواء ايضا لاعبنا الدولي الجزائري رياض محرز. اذا ابقات لنا إلا دوري واد كنيس، دوري الكوكايين، دوري الغبرة، دوري الحكام المشريين، دوري لاماسيا، دوري زوتشي زين. قنا دوري زوتشي زين، نزيدو نشوفو كاش كوارث، كاش فضائح، هذا اللي بقانا. مبقناش متعة كرة القدم، راحت، بقاتنا متعة دوري زين ولا دوري زوتشي زين،
ولا دوري المنحرفين. هذا اللي مازلنا، هذا واش مازلنا. اذا خاوتي للاسف ما كانش بطولات، ما كانش دوريات، ما كانش متعه البريمير ليغ، ما كانش مقابلات المنتخب الوطني. هذا هو باء كورونا. ان شاء الله نتمناو العوده السريعه لكل الدوريات الاوروبيه وعوده سريعه للمنتخب الوطني، لان الشعب الجزائري مشتاق يشوف المنتخب نتاعو، مشتاق يشوف نجوم نجوم الدوريات الاوروبيه، ومشتاق ايضا نشوف لاعبيه الدوريين الجزائريين اللي في الدوريات الاوروبيه. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.